بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا الاستراكشر الرابع من مجموعة الاستراكشرز اللي بتظهر أثناء عملية الجاستروليشن في الأسبوع الثالث، عملية تحويل البيلامينر امبريونيك ديسك إلى ترايلامينر امبريونيك ديسك. هذا الاستراكشر كان اسمه انترا امبريونيك او سكندري ميزودير. قبل ما ادخل في تفاصيل الاحداث، عاوز امسك الاسم واحلله واقارنه بشبيهه. اما اجي احلله اقول انترا امبريونيك يعني بداخل الامبريونيك ديسك. الميزوديرم الذي يظهر بداخل الامبريونيك ديسك، علشان اميزه بينه وبين الاكسترا امبريونيك. واسمه سكندري لانه تكون زمنيا بعد تكون الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. احنا خدنا ان الاكسترا امبريونيك ميزوديرم كان واحد من الاربع ستراكشرز اللي بتظهر في الاسبوع الثاني، انما الانترا امبريونيك ده كان واحد من الاربع ستراكشرز اللي بتظهر في الاسبوع الثالث، علشان كده سموه سكندري ميزوديرم لانه بيظهر بعد البرايمري ميزوديرم. ايه حكايته الانترا امبريونيك ميزوديرم ده؟ نستعرض التكست ثم نتكلم على الصور. دي من احداث الاسبوع الثالث، يعني معنى كده انها بتحدث من اليوم ال14 لليوم ال21. احنا قلنا كلهم غالبا بيشتغلوا من اليوم ال14 ليوم ال19 وبياخدوا بقى اليومين الاخاره راحه، مش بياخدوها راحه يعني، بيستريحوا من التكاثر والدوبليكيشن والديفرنشيشن، لا بتثبت الاستراكشرز على ما هي عليه. ده بيحدث في نهايه او قرب نهايه الاسبوع التالت عند اليوم ال19 من الفيرتلايزيشن. ظهرت كنتيجة لتكاثر خلايا الإيبي بلاست لما خرجت الإيبي بلاست. احنا عارفين انه خرج انه طلع بريماتيف نوت وبريماتيف ستريك وروتوكوردال بروسيس. بظهور هذه الخلايا احنا قلنا ايه لما جينا نشرح في البريماتيف نود وستريك؟ قلنا ان خلايا الإيبي بلاست كترت وتزحمت وبدات تنزل في السبيس اللي بين الايبي بلاست والهايبو بلاست. ده الكلام ده كان في الاول، بس الواسطه الاداه بتاعتها في ظهور خلايا الميزوبلاست كان مين؟ كان البريماتيف ستريك ونوتوكوردال بروسيس، هما اللي بداوا يخرجوا من الميزوبلاستيك سيلز، بداوا يخرجوا الخلايا الميزوبلاست، وبدات هذه الخلايا تهاجر في اتجاهين اتنين، في اتجاه لاترال واتجاه سيفاليك. ونظرا لان اتجاه السفاليك يعني ناحيه راس الهيد اوف ذا امبريونيك ديسك، ونتيجه تكاثر الاكيوميليشن تراكم المايجريتد ميزوبلاستيك سيلز في اتجاه السفاليك او اتجاه الكرينيال من الامبريونيك ديسك، ادى الى الاكسبانشن تمدد السفاليك اند اوف ذا امبريونيك ديسك، ومن ثم اصبح شكلها بير ان شيب، شكل الكمثرى او الاجاص. وبتكون الانترا امبريونيك ميزوديرم من البريماتيف ستريك ونوتوكوردال بروسيس في السبيس او في الفراغ الفاصل بين الايبي بلاست والهايبو بلاست. اصبحت الامبريونيك جسم بثلاث طبقات، الطبقه الثالثه هي طبقه الميزو بلاست، ثم بعد ذلك بدات تستولي على الهايبو بلاست وحولتها لاسمها زي ما احنا عارفين، وحولتها الى اندوديرم، واعلنت عن اسمها الثاني بدل بقى اسمها بقت كانت ميزوبلاست اصبحت ميزوديرم. ثم في النهايه كشف الايبيبلاست عن اسمه الحقيقي وهو الاكتوديرم. طيب بتكون طبقه الميزوديرم او الانترا امبريونيك ميزوديرم، ادى ذلك الى الكومبليت سيباريشن او الانكومبليت بمعنى اصح، separation between the ectoderm and the endoderm، يعني بين الايبي بلاست والهايبو بلاست.
ما عدا منطقتين اتنين هيفضلوا متصلين ببعض، منطقة عند راس الديسك ومنطقة عند ديل الديسك. المنطقة اللي عند راس الديسك اسمها باكو فارنجيال او اورو فارنجيال ميمبرين، والمنطقة اللي عند ديل الديسك اسمها بروكورد، اسمها كلوكال ميمبرين. طيب، ثم بعد بقى تكون الميزوديرم وفصله للايبي بلاست عن الهايبو بلاست او الاكتوديرم عن الاندوديرم، بدأ يحصل ديفرانشيشن للانترا امبريونيك ميزوديرم الى ثلاث صفوف، بارا اكزيال وانترميديات ولاترال ميزوديرم زي ما هنشوفها بعد شويه. نبتدي نتكلم على نشوف الدياجرامات بتاعتنا. هذا الدياجرام كان مكرر ومعاد، هو كرونال سيكشن في البلاستيولا وظهرت الطبقه الخارجيه منها اللي كان اسمها التروفوبلاست وبحر الميزوديرم العظيم اللي جوه البلاستيولا اللي اسمه اكسترا امبريونيك او البرايمري ميزوديرم. ثم هنا الامبريونيك ديسك ذات الثلاث طبقات، الايبي بلاست اللي اسمها الحقيقي اكتوديرم، والميزو بلاست اللي اسمها الحقيقي ميزوديرم، والهايبو بلاست اللي اسمها الحقيقي اندوديرم، ثم الكافيتيز الملحقه بالاكتوديرم اللي هو امنيوتيك كافيتي، والكافيتي الملحق ب اليوكساك الاندوديرم اللي هو اليوك ساك. طيب، لما انا اجي اشيل التغيرات كلها بتحدث فين؟ بتحدث هنا في الميزوديرم، فانا اشيل الاكتوديرم والامنيوتيك كافيتي هنجد ان هنا مين؟ هنجد الطبقه الثالثه اللي هي الميزوديرم. الميزوديرم ادى الى الكومبليت سيبريشن بتوين ذا اكتوديرم اند اندوديرم ما عدا حتتين اتنين، حته قدام وحته ورا. الحته اللي قدام اسمها اللي عند راس الامبريونيك ديسك، ودي كان اسمها هي عند الراس، مفروض تبقى في المكان ده هنا بس نظرا لانها مقطوعه في السكشن مش باينه، اللي هي البروكوردال بليت او باكوفرينجيال ممبرين، ومن ورا من الخلف من عند الديل اللي اسمها الكلويكال ممبرين. الميزوديرم اللي بيتكون في الطبقه الثالثه ديت بدا يحصل له ديفرنشيشن، شوف الفيت والديريفاتيفز والمصير بتاعه. بدا الميزوديرم يملى الفراغ كله، الميزوديرم ده انترا امبريونيك يعني سكندري، لكن جه حوالين خط النص وبدا يحصل له ديفرنشيشن لثري كولمز. الكولم الاولاني كان قاعد في لاترال، قاعد على الايه؟ اللاترال ايدج اوف ذا ميزوديرم او اوف ذا ديسك اوف ذا امبريونيك ديسك. هذا الميزوديرم القاعد لاترالي اسمه لاترال ميزوديرم، ثم بدا يتصل ببعضه من قدام. الميزوديرم اللي في النص بقى اسمه لاترال انترميديت ميزوديرم ومفيش اتصال ببعضه، اللي بيتصل الوحيد هو اللاترال، اما الانترميديت فمفيش بينه اتصال بينه وبين الميزوديرم، بين اللاترال انترميديت ميزوديرم عن الناحيه الثانيه. اما الميزوديرم الموست ميديال فاسمه البارا اكزيال، وسموه بارا لانه قاعد ات ذا سايدز، واكزيال لانه حوالين الاكزس، والاكزس بتاعنا هنا هو النوتوكورد لانه قاعد فين؟ في الاكزس اوف ذا ديسك. طيب، يبقى حصل ديفرنشيشن للميزوديرم بتاعنا الى جزئين اتنين، جزء مالي الديسك وجزء اخر حوالين الميدل لاين. الجزء اللي مالي الديسك اللي هو باللون الاصفر ده ماليه في كل مكان، اما الجزء اللي حوالين الميدل لاين فكان بار اكزيال وانترميديات ولاترال ميزو ديرم. هنشوفها في منظر اخر. ادي هنا ديت الامبريونيك ديسك بعد ما شلنا منها الاكتوديرم والامنيوتيك كافيتي وبصينا عليها من فوق، لقيناها ايه؟ تحت منها يعني قدام كان الاندوديرم، وفوق منها المتشال الاكتوديرم، اذا هي ديت كانت الميزوديرم. فالميزوديرم خرج منين؟ خرج من البريماتيف نيد البريماتيف نوت، وخرج من النوتوكوردال بروسيس، وبدا يغزو الديسك في اتجاهين اتنين، في اتجاه كرينيال وفي اتجاه لاترال اساسا، وبدا برضو ينزل ورا شويه، لكن الاتجاه الاكتر في الكيفاليك اند اوف ذا ديسك، في الكرينيال اند. كيفاليك يعني كرينيال ناحيه الراس. ف بتزايد نمو الميزوديرم في هذا الاتجاه اصبحت هذه الاريا متسعه وايد
وبعد كده تصبح ديت هي راس الجنين. طيب، وبظهور هذا الميزوديرم ادى الى الكومبليت سيباريشن بتوين ذا اكتوديرم من فوق الميتشال والاندوديرم اللي قدام الميزوديرم هنا، ما عدا حتتين اتنين، حته قدام عند الراس عند الفيوتشر هيد عند السيفاليك او الكرينيال هيد اوف ذا امبريونيك ديسك واسمها الباكوفارينجيال ميمبرين، وحته تانيه من ورا عند ديل الجنين عند الكودال اند اوف ذا امبريونيك ديسك واسمها الكلوفيكال ميمبرين. لو خدت فيها قطاع وبصيت كده هلاقي ان الاكتوديرم من فوق اللي هنا متشال، والاندوديرم من تحت اللي هنا قدام مين؟ الميزوديرم. والميزوديرم اللي هنا عامل لون البني اللي هو كان هنا يمثل اللون الايه؟ اللبني. ده كان بحر الميزوديرم العظيم، وادي النوتوكورد اهو في النص اللي هو النوتوكورد ده هنا اللي كان بيمثله مين؟ الاستراكشرز اللي قبليه اللي هي البريمتيف نيد والبريمتيف ستريك والنوتوكورد البروسيس، الثلاثه استراكشر دي اللي حل محلها بعد كده النوتوكورد. فانا جيت هنا النوتوكورد وحواليه بحر الميزوديرم العظيم اللي هيبتدي يحصل له ديفرنشيشن زي ما احنا هنشوف الرسمه ديت. ديت الامبريونيك ديسك، ده الميزوديرم، وشلت من قدامي من هنا عينيا لما تقابل الرسمه هنا هنجد الاكتوديرم بتشال، ومن ورا الرسمه من الناحيه الثانيه هنجد الاندوديرم مش باين، فنجد ده الانترا امبريونيك ميزوديرم، وهنجد النوتوكورد في خط النص، وعلى السايدز بتاعته 3 كولمز اوف ديفرنشيتد انترا امبريونيك ميزوديرم. ات ذا سايدز مباشره هنجد البارا اكزيال ميزوديرم اللي هتقسم الى قطع يسموها الصمايتس، هنتكلم عليها بعد شويه، وعلى جانبي الانترميديت ميزوديرم اللي كان بقى ممثل في صورة عمود من كورد لايك دنس ستراكشر بيسموه ديفورجينيك كورد، وعلى جانبيه مين؟ اللاترال ميزوديرم اللي هيصبح بعد كده الانترا امبريونيك سيلا. ده كان الديفرنشيشن اوف ذا انترا امبريونيك ميزوديرم حوالين الميدل لاين والممثل في النوتو كورد. طيب، عاوزين نشوف مصير الثلاث حاجات ديت او الثلاثة ستراكشرز اللي خرجت من الميزوديرم. نشوف مصير البارا اكزيال ميزوديرم، ومصير الانترميديت ميزوديرم، ومصير اللاترال ميزوديرم. اما عن اول واحد اللي هو البارا اكزيال ميزوديرم اللي هو ده، البارا اكزيال ميزوديرم زي ما احنا شايفين في الرسمه دي كان بدل ما هو عمود واحد وطويل هيتقسم الى قطع، قطع يعني بيس او سومايت، هيتقسم الى عدد من القطع يسموها السومايت. يبقى البارا اكزيال ميزوديرم هيتقسم الى من 42 الى 44 سومايت. هذه السومايت قاعدة على السايدز اوف ذا ميدل لاين، على السايدز اوف ذا نوتوكورد. هنبتدي تظهر السومايت عند اليوم العشرين، وهتظهر بمعدل 3 في اليوم، وتخلص عند اليوم ال 35، ويبلغ العدد الاجمالي بتاعها من 42 ل 44. وكانت تقسيمه السومايت اربعه في منطقه الاكسبتر ريجون في منطقه راس الامبريونيك ديسك، وثمانيه في منطقه النك اوف ذا ديسك الفيوتشر نك، و12 في الثوراسيك، وخمسه في اللمبر، وخمسه في السكرال، وثمانيه ل 10 في الكوكسجيال. السومايت ديت اللي كانت في الرسمه دي هنا، دي كانت منطقة راس الامبريونيك ديسك أو راس الجنين مستقبلا، أربعة وثمانية واثناشر وخمسة وخمسة وثمانية لعشرة، هيبتدي يتقسم السومايتس. هذه كل سومايت، كل قطعة من دول هتبتدي تتقسم لستراكشرز. ايه الحاجات اللي اتقسمت؟ تعال نشوف الديفرنشيشن اوف ذا سومايت. انا خدت السومايت الواحدة وكبرتها وشفناها تتقسم لايه. ادي السومايت الواحدة اللي هنا بتتقسم الى ثلاث قطع، هما في لانجمان يقول لك انها تقسم الى قطعتين، وترجع القطعه الثانيه تقسم لقطعتين، يعني ثلاثه في النهايه. انا بجيب المحصله من الاخر وبقول ثلاث قطع. القطعه الاولى اللي هي قاعده فينتروميديال وبيسموها سكليروتوم. السكليروتوم دي الديفرنشيشن بتاعها هيؤدي الى فورميشن اوف ذا اكزيال سكيلتون اوف ذا بودي. يبقى السومايتس اللي خارجه من البارا اكزيال ميزوديرم هتطلع لي الاكزيال سكيلتون، يعني هتطلع ايه؟ هتطلع سكالو فيرتبرال كولوموس راس الكيج.
الميزوديرم الجزء اللي بعديه اللي هو في النص اسمه الميتوم، من اسمه هيطلع السكيليتال ماسلز، وعلى سبيل المثال منهم احدى عضلات، احدى واحده من عضلات الابر لمب زي البايسبس مثلا، انما هو هيطلع كل عضلات السكيليت اللي بتاعت الجسم. الدورسو لاترال بارت اوف ذا سوميت اسمه ديرماتوم، ده هيطلع الايه الديرمس اوف ذا سكين. يبقى ده الديفرنشيشن اوف ذا سوميت. شفنا السوميت طلعت ايه؟ طلعت جلد وعضلات وعظام. يبقى البارا اكزال ميزوديرم حصل له ديفرنشيشن الى سومايتس، والسومايتس كانت لها ترتيب معين وعدد معين وايام معينه تتحفظ كويس، عددها الاجمالي 42 ل 44، بدايه ظهورها عند اليوم ال 20 ونهايه ظهورها عند اليوم ال 35 بمعدل 3 في اليوم. كان لهم ترتيب 4 في الاوكسبتال ريجون، 8 في السيرفايكال ريجون، و 12 في الثوراسيك ريجون، 5 في اللمبر، 5 في السكرال، 8 ل 10 في الكوكسيجيل. كل سمايت من دول هتقسم الى 3 قطاعات. سكليريتوم هتطلع اجزال سكليتو، مايوتوم تطلع سكليتال ماسلز، ديرماتوم تطلع سكين. ده بخصوص السمايتس. طيب الجزء الثاني من الميزوديرم اللي اسمه انترميديت ميزوديرم، والجزء الثالث اللي اسمه لاترال ميزوديرم، هيطلعوا ايه؟ تعالوا نشوفه مع بعض. ده كان شكل تصور لشكل الجنين، ودي كانت الجات اللي هي كانت قدامه النوتوكورد، انا هاخدها بعد شويه. انا شلت منها النوتوكورد، وده بحر الميزوديرم العظيم. انا قلت بدل بقى مرسم البلاستيولا نرسمها. طبعا البلاستيولا ديت كانت لها عمر خلصت خلاص، وصلت لحد 15 وبدا يحلها. كان حصل هنا عمليه اسمها الفولدنج، والجنين بدا ياخد شكل تاني. الامبريونيك ديسك بدات تاخد شكل اخر، بتقربنا من شكل الجنين الادمي، فرمزنا له بهذا الشكل، ده اقرب ما يكون الى شكله الطبيعي. النوتوكورد قاعد هنا في الباك، وقدام منه الجات تيوب اللي هنعرفها بعد الفولد، ما ناخد الفولدنج المحاضره الجايه. وهنا كان قاعد البارا اكزي الميزوديرم اللي اتقسم الى سومايتس اللي شفناها طلعت ايه. الميزوديرم اللي قاعد في النص اللي اسمه انترميديات ميزوديرم هيحصل له ديفرنشيشن ويتحول الى سوليد ماسز. التو سوليد ماسز ديت اللي قاعده في النص او على اللاترال سايد اوف ذا سومايتس اسمها نيفروجينيك كورد. من اسمها نيفرو يعني كتني، جينيك يعني فورمينج، كورد يعني حبل، يعني الحبل المكون للكلية. ودي في الحقيقة هيكون ايه؟ هيكون الكيدنز وهيكون اليوريتر، لكنه مش هيكون اليورينري بلادر، وهيكون ايضا الجينيتال اورجانز في الميل والفيميل، يعني هيكون اليورو جينيتال باستثناء اليورينري بلادر واليوريثرا طبعا. ده كان الانترميديت ميزوديرم اللي تحول الى نيفروجينيك كور. امال اللاترال ميزوديرم فين؟ ده اللاترال ميزوديرم، الميزوديرم الثالث. اللاترال ميزوديرم هتظهر فيه عدد من السمول كافيتيز تتحد مع بعضها وتعمل كافيتي كبير. الكافيتي الكبير ده هيملى كل اللاترال ميزوديرم، يسموه انترا امبريونيك سيلوم، يتحد مع بعضه اكروس ذا ميدل لاين من قدام الجت ويعوضها بدراعين اثنين. ثم يحصل ديفرنشيشن لهذا الكافيتي اللي اسمه الانترا امبريونيك سيلم، ويتحول الى البودي كافيتيز الكبيره البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم. ده كان المصير بتاع هذه الديريفاتيفز اللي خرجت من الانترا امبريونيك. ده كان مصير زي ما احنا شفنا كده. ادي هنا كان الانترميديت ميزوديرم اللي اتحول الى نيفروجينيك كورد، والنيفروجينيك كورد راح وحل مكانه اليورينيتال سيستم باستثناء اليورينري بلادر واليوريثرا، وكمان طلع معاه الجينيتال اورجانز. بالشكل ده احنا خلصنا الديريفاتيفز اللي طالعه من الانترا امبريونيك ميزوديرم، شفنا طريقه تكوينه، شفنا مصير الديريفاتيفز ايه والاورجانز اللي خرجت منها.